أهلا بكم أعزائي المشاهدين والأتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل يومين قالت منظمة Human Rights Watch وهي منظمة دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها ومقرها طبعا في نيويورك تأسست عام 1978، قالت في تقرير لها تزامن مع يعني ذكرى صدور أول صحيفة في العراق عام 1869 صحيفة الزوراء، يعني مرور 151 سنة على صدور أول صحيفة في العراق. قالت في تقريرها الذي تحدث عن حرية التعبير في العراق، قالت بالنص بأن هناك تصاعدا في انتهاكات الحق في حرية التعبير وسط الاحتجاجات الواسعة النطاق في العراق. وأشارت طبعا، أقرأ لكم فقرات من هذا التقرير، والتقرير مطول حقيقة ويتحدث عن انتهاكات كبيرة، وأشارت طبعا إلى عدم وجود قوانين تحمي حرية التعبير وتقتص ممن ينتهك هذه الحرية، وأكدت أن السلطات الحكومية تستخدم قوانينها المتعلقة بالتشهير والتحريض ضد منتقديها بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى. وتطرقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى قيام السلطات العراقية بعد اندلاع ثورة تشرين في تشرين الأول عام 2019 العام الماضي إلى إغلاق 8 محطات تلفزيونية و4 محطات إذاعية بدعوى أنها يعني انتهكت قواعد ترخيص وسائل الإعلام، لكنها كانت كل هذه القنوات التي أغلقتها كلها كانت تغطي التظاهرات، تغطي ثورة تشرين، والحكومة لا تريد والسلطة وأحزابها لا تريد أحد أن يغطي هذه الثورة وتظاهراته. وأصدرت تحذيراتها طبعا في نفس الوقت لخمس جهات أخرى بشأن تغطيتها، وداهم رجال مسلحون يعني ميليشيات وقوات حكومية، مكاتب ثلاث وكالات للأنباء ايضا، وطبعا والحقوا اضرار كبيره باجهزتها وممتلكاتها. وعلقت طبعا واحده من الامور المعروفه في الاعلام، علقت عمل وكاله يعني وكاله رويتر المعروفه للانباء، علقت عملها الحكومه السلطه بدعوى انها تنتهك ايضا حقوقها في النشر، وبسبب طبعا نشرها لتقرير يتحدث عن أعداد المصابين الحقيقيين في كورونا في بداية نيسان، وأغلقتها نحو علقت عملها نحو ربما 3 أسابيع، وبعد ذلك عادت بسبب الضغوطات إلى فتح مقرها مرة أخرى أو إيقاف هذا التعليق. طبعا لابد من القول هنا ونحن نتحدث في الذكرى 151 ليوم الصحافة في العراق، يعني أن الفوضى لا يمكن أن تجتمع مع الحرية والاستقلال على سطح واحد، هذه لا يمكن أن تأتي. هناك في العراق فوضى من عام 2003 لحد الآن، وفوضى عارمة في كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وفي كل المستويات مثل ما قلنا، لا يمكن أن تأتي مع الاستقلال والحرية على سطح واحد، لا يمكن أن تتوفر الحرية والاستقلال في ظل هكذا فوضى، في ظل تحكم ميليشيات وقوات كثيرة وأحكام كثيرة وقوى كثيرة ولا تعرف من هي السلطة الحقيقية في العراق. فما يحصل في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم هو انحياز إعلامي واسع النطاق، انتهاك لمعايير الصحافة والإعلام، تحويل أوعية الإعلام من فضائيات ومن صحف وغيرها وإذاعات إلى مجموعة من الأطر التي يتحرك فيها مجموعة من الناس يعتقدون أنهم من رجال الإعلام والصحافة من أجل تلبية حاجات هذه القوى، الحكومة وقواها حزبية ومقاولين وسياسيين وأصحاب أموال يلبون مصالحهم من أجل تدوير الفساد والخراب اللي حل وظلم العراقي الذي حل بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن. يعني طبعا يسوقون الكذب والتضليل، يشوهون القيم والأسس التي تربى عليها المجتمع العراقي، حتى شمل ذلك تقييد القدرة على التعبير الحقيقي عن الصورة. الكثير من الصحفيين من الإعلاميين الذين يغطون أحداث معينة يرى صورة معينة وهي حقيقية لكنه لا يستطيع التعبير عنها لأنها لا تنسجم
مع متطلبات الحكومة، ما تريد الحكومة وما تريده الأحزاب، لذلك يخشى على نفسه ويخشى على أهله، يخشى ربما حتى على المؤسسة التي يعمل فيها، يخشى على راتبه، في ذلك يسوق صورة أخرى مغايرة للحقيقة، وهذا يلغى صفة الإبداع، صفة الحرية، صفة الإخلاص، صفة الجودة والحقيقية من الأخبار والتقارير التي يعني تعرض. طبعا هذا اللي جعل منظمة مراسلون بلا حدود في الذكرى أيضا 151 تنشر يعني قائمة بأعداء بالدول بأسماء الدول وموقعها في حرية التعبير، في حرية الصحافة. العراق جاء بالمرتبة 162 من بين 180 دولة، في آخر 20 دولة تنتهك الأكثر انتهاكاً لحرية التعبير في الصحافة والإعلام. هذه الحقيقة. الذين يدعون الديمقراطية والحرية في العراق ويعني والتعبير عن آراءه ومعتقداته بحرية، وأن هناك صحافة وإعلام حر في العراق واسع، فعلاً هناك يعني بعد 2003 ربما 500 صحيفة، عشرات الفضائيات، لكنها كلها لأحزاب وقوى وشخصيات ورجال أعمال تخدم هذا المشروع الاحتلالي، تؤدي إلى استمرار الفوضى والخراب في العراق. حتى ليس هناك طبعا قوانين تحمي الصحفيين، هناك قانون صدر عام 2011 قالوا ووافق عليه مجلس النواب في حينها، قالوا أنه هذا يحمي حقوق الصحفيين، لكن الصحفيين والإعلاميين رفضوا لهذا القانون لأنه فعلا يحمي السلطة والحكومة والعملية السياسية وأحزابها وقواها، ولا يحمي الصحفيين الحقيقة والإعلاميين. ويكفي أن نذكر مثلا في المادة 6 منه يجبر أو يرغم الصحفي والإعلامي على أخذ المعلومات والبيانات الرسمية، والبيانات والمعلومات الرسمية أيضا من الجهات الرسمية، يعني إذا من الحكومة وأحزابها وقواها التحكم، عكس ذلك ولا يمكن إفشائها. طبعا يشيرون أيضا لا يمكن إفشائها بشكل بما يشكل ضررا بالنظام العام ويخالف أحكام القانون. طبعا هذا النظام العام كلمة فضفاضة، أحكام القانون لم يحددوا ما هي أحكام القانون، إن اخترقت هذه الأحكام فبالتالي سيف السلطة وأحزابها وقواها وميليشياتها مسلط على رقاب الإعلاميين والصحفيين في العراق وعلى حرية التعبير وعلى كل النشطاء في العراق، حتى على الذين في السوشيال ميديا، كثير منهم أغلقت حساباتهم وتابعوهم وتم تصفيتهم الكثير منهم مع الأسف الشديد. يعني وإذا كنا نتحدث عن مؤشرات حرية الإعلام، هناك مؤشرات تستند لها مجموعة معايير، أبرزها يعني قوانين حامية، وجود قوانين حامية وقلة المخاطر. وفي العراق هناك مخاطر عالية جدا جدا، وليس هناك قوانين تحمي الإعلاميين والصحفيين. إذن العراق ليس فيه معايير لحرية التعبير أبدا، وهذا ما جعل منظمة يعني الصحفيون بلا حدود تضعه في المرتبة 162 من بين 180 دولة، وهذا ما جعل هيومن رايتس ووتش تتحدث بهذه الطريقة عن حرية التعبير في العراق. المهم حولوا الإعلام والصحافة في العراق إلى مفصل من مفاصل الفساد. مع الأسف الشديد الصحفيين، يكفي أن نقول أن الصحفيين والإعلاميين والناشطين الذين تعرضوا إلى الاغتيال، إلى القتل وإلى الجرح وإلى الاختطاف خلال فقط في ثورة تشرين، أكثر من 100 صحفي وإعلامي بينهم أكثر من 5 شهداء، هذا يرفع العدد إلى أكثر من 400 شهيد قدمت الصحافة والإعلام في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم. قتلتهم قوات الاحتلال الأمريكي، قتلتهم القوات الحكومية والميليشيات، إذن كل القوات التي تحكم الساحة في العراق هي المتعاونة فيما بينها على استهداف حرية التعبير في العراق. هذا ما يسمح به الوقت لكي نقول أن السلطة الرابعة التي تحدث عنها اللي هي الصحافة وحرية والإعلام، هذه غير موجودة في العراق ومصادرة من قبل هذه السلطات والقوى الحزبية والميليشيا التي تحكم العراق. هذا ما يسمح به الوقت. مثل ما قلت أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. We'll be right back.